بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الجزء سنتعرف على وظائف دور التزييت وعلى مكونات المنظومة وأجزائها بشكل أكثر تفصيل. في البداية، ما هي وظائف نظم التزييت؟ الوظيفة الأولى تقليل الاحتكاك والتآكل بين الأجزاء المتحركة، فالهدف الأساسي من الزيت ومنع الاحتكاك المباشر بين الأجزاء المختلفة في المحرك، والتي تؤدي إلى التآكل وتلف المحرك في وقت قصير جدا في حال حدث احتكاك مباشر بين هذه الأجزاء. فالأجزاء المتحركة تفصل عن الأجزاء الأخرى بواسطة طبقة رقيقة من الزيت التي تمنع الاحتكاك المباشر. من الوظائف المهمة جدا أيضا لدور التزييت التبريد، فدور التزييت تساعد على نقل الحرارة وتبريد المحرك، فالزيت يقوم بالسريان بشكل مستمر، وهذا الشيء يؤدي إلى امتصاص الزيت إلى كميات كبيرة من الحرارة من الأجزاء المختلفة داخل المحرك، وعند عودة الزيت إلى كارتير الزيت وبدء دورته من جديد يكون أكثر برودة. فمن الوظائف المهمة جدا لدور التزييت التبريد، وفي حال عدم كفاءة دور التزييت أو نقص الزيت يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأجزاء المختلفة في المحرك، والتي تؤدي في النهاية إلى انهيار المحرك. من الوظائف المهمة جدا أيضا لدور التزييت التنظيف، بحيث تقوم دور التزييت بإزالة الشوائب المعدنية والأتربة والجزيئات الأخرى. أيضا بالإضافة لذلك، يدخل في تركيب الزيت مواد منظفة، مواد إضافية تعمل على المساعدة في إزالة الشوائب، ومن ثم تحملها وتقوم بحجزها داخل الفلتر في دورة التزييت. من الوظائف الأخرى لدور التزييت الحبك عدم التسريب السيلينج. فمن الوظائف المهمة جدا للزيت يقوم بحبك الفراغات ويمنع تسريب الغازات في شوط الضغط مثلا. فكما هو معروف، أثناء حركة المكبس للأعلى يوجد خلوص بين المكبس وجدران الإسطوانة، وشنابر تقوم بإغلاق هذا الخلوص، لكن في جميع الظروف يكون هناك تسريب ولو حتى بسيط لجزء من الشحنة، فالشنابر لا تستطيع أن تقوم بالحبك الجيد بدون الزيت كوسيلة أخيرة. من الوظائف المهمة جدا أيضا لدورة التزييت تقلل من القدرة المفقودة وتزيد من اقتصاديات الوقود. فالزيت كما أشرنا سابقا يمنع احتكاك الأجزاء المختلفة، وبالتالي يعمل على تسهيل حركة الأجزاء المتحركة، وبالتالي تقليل الاحتكاك مما يسمح بحركة أسهل للأجزاء، وهذا الشيء يؤدي إلى تقليل استهلاك الوقود من خلال تقليل الفقد في القدرة الاحتكاكية التي تحدث في المحرك. أما بالنسبة لطريقة عمل الزيت، يدخل الزيت إلى المحمل بالضغط والدوران، ودوران العمود يقوم بسحب الزيت حوله. فعندما يكون المحرك متوقفا يوجد طبقة رقيقة جدا غشاء الزيت متبقي بين العمود والمحمل، وعندما يبدأ المحرك بالدوران يدخل الزيت إلى الخلوص بين المحمل والعمود، وفي النهاية يكون الزيت قد تغلغل، وبحيث أن العمود لا يلامس المحمل. أنواع منظومات التزييت بشكل عام، يوجد ثلاث أنواع لمنظومات التزييت. المنظومة الأولى تعرف بمنظومة التزييت بالضغط، وفي هذه المنظومة تستخدم مضخة تقوم بسحب الزيت من كارتير الزيت ورفع ضغطه ودفعه باتجاه باقي دور التزييت، ومن ثم يعود الزيت مرة أخرى إلى كارتير الزيت. من المنظومات الأخرى منظومة التزييت بالرش، وهذه تستخدم في المحركات الصغيرة، حيث توجد مغرفة في عمود المرفق، وأثناء حركته يقوم بعمل طرد رشة ونقل الزيت إلى الأجزاء الداخلية للمحرك. ومن المنظومات الأخرى منظومة التزييت بالضغط والرش، وهي الأكثر شيوعا، وفي هذه المنظومة تستخدم الطرد رشة، وأيضا توجد مضخة تقوم بسحب الزيت ورفع ضغطه ودفعه باتجاه كافة الأجزاء في المحرك. أما بالنسبة لأجزاء منظومة الزيت، فكما أشرنا سابقا تتكون من الكارتير أو حوض الزيت، مصفاة السترينر، مصفاة الزيت وأنبوب اللاقط، مضخة الزيت، ممرات الزيت بالمحرك المين جاليريز، الفلتر، ومبرد الزيت في بعض أنواع السيارات، ومبين لضغط الزيت. فيتم سريان الزيت من الكارتير عن طريق المضخة التي تقوم بسحبه ورفع ضغطه ودفعه باتجاه الفلتر وصمام تنظيم الضغط، الذي يقوم بإرجاع الضغط الزائد عن طريق إرجاع كميم الزيت إلى الكارتير، وبعد الفلتر يقوم الزيت بالمرور إلى المين جاليريز، ومنه إلى كافة أجزاء أو جميع الأجزاء المتحركة في المحرك. في الكارتير أو حوض الزيت يصنع من ألواح من الصلب أو الألمنيوم، ويثبت في الجزء السفلي من كتلة اسطوانات المحرك،
وأيضا توضع سدادة التصريف على الجانب أو في أسفل مجمع الزيت، وتستخدم هذه السدادة لتصريف الزيت أثناء تغيير الزيت. وأيضا تستخدم ألواح وشبكات داخل الزيت لمنع الزيت من التحرك بشدة أثناء حركة السيارة. مضخات الزيت تمثل قلب المنظومة، ووظيفة مضخة الزيت تقوم بسحب الزيت من الحوض الكارتير ورفع ضغطه ودفعه باتجاه الفلتر والممرات إلى محامل المحرك وكافة الأجزاء المتحركة في المحرك. بالنسبة للمضخة تدار بواسطة ترس على عمود الكامات أو بواسطة سير من نهاية عمود المرفق. أنواع المضخات، يوجد نوعين شائعين لمضخات الزيت. المضخة الأولى تعرف بالمضخة الترسية وتتكون من ترسين، ترس القائد والترس المنقاد، والنوع الثاني تعرف بالمضخة الدوارة. المضخة ذات الدروس تتكون من ترسين، الترس الأول يعرف بالترس القائد ويأخذ حركته من عمود المضخة، والترس الآخر يعرف بالترس المنقاد. الترس القائد يدور بهذا الاتجاه، والترس المنقاد يدور بالاتجاه المعاكس. فعند دوران الترس المنقاد والترس القائد، الترس القائد والترس المنقاد يصبح هنا توسيع للفراغ، وبالتالي تولد قوة خلخلة، قوة سحب تقوم بسحب الزيت من الكارتير، ومن ثم يتم ضغط الزيت في حيز صغير، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع ضغطه ودفعه باتجاه بقية دورة التزييت. في المضخة الدوارة تتكون من ترس داخلي. بالنسبة للمضخة الدوارة تتكون من العضو الدوار الداخلي والعضو الدوار الخارجي، فيدار العضو الداخلي بواسطة عمود المضخة، ويدير العضو الخارجي حول أسنانه، مما يؤدي إلى توسع الفراغ عند أحد الجوانب، فتحدث عملية سحب للزيت، تحدث قوة خلخلة تقوم بسحب الزيت، ومن ثم يقل حجم الفراغ في الجانب الآخر فيرتفع ضغط الزيت. صمام تنظيم تخفيف الضغط، وظيفة صمام تنظيم الضغط وتنظيم حدود أقصى ضغط للزيت الخارج من المضخة. وكما أشرنا سابقا، استمرار ارتفاع الضغط يؤدي إلى انفجار صوف المحرك، ويتكون صمام تنظيم الضغط من مكبس ونابض. وعندما يمر الزيت على صمام تنظيم الضغط، في حال كانت قوة أو ضغط الزيت أكبر من ضغط النابض، يؤدي إلى انضغاط النابض مما يسحب المكبس ويفتح مجرى رجوع الزيت الفائض إلى الكارتير مرة أخرى، فيسمح الصمام بوصول ضغط الزيت إلى محامل المحرك والحفاظ على الضغط عند المستوى المحدد مسبقا. بالنسبة لممرات الزيت، الممر الرئيسي للزيت أو المين جاليريز عبارة عن ممرات ضيقة تمتد عبر طول كتلة الأسطوانات، ويحمل الزيت ويصل بممرات فرعية متصلة به لتزييت جميع الأجزاء المتحركة بالمحرك. هذه هي ممرات الزيت الرئيسية والتي تنقل الزيت بعد الفلتر إلى الممرات الفرعية في كافة أجزاء المحرك. كذلك يجدر الإشارة لأنه توجد ممرات فرعية محفورة مثلا داخل عمود المرفق، بالتالي مما يسمح بمرور الزيت إلى محامل تثبيت عمود المرفق في جسم المحرك، وكذلك إلى المحامل بين كتلة بين النهاية الكبرى ذراع التوصيل وعمود المرفق. كذلك توجد محفور داخل المكبس بحيث يصل إلى شنابر الزيت ومنه يتم توزيعه بين المكبس وجدران الاسطوان. فممرات الزيت المين جاليريز مهمة جدا بحيث أنها تصل الزيت إلى كافة أجزاء المتحركة داخل المحرك. بالنسبة لفلاتر الزيت، تستخدم لإزالة الشوائب العالقة بالزيت والحفاظ على الأجزاء الداخلية للمحرك أطول فترة تشغيل ممكنة. بعض الفلاتر تستخدم علبة معدنية دائما ويتم تغيير عنصر الترشيح فيها، والأكثر شيوعا يتم تغيير أو استبدال الفلتر كاملا، العلبة المعدنية وعنصر الترشيح. بالنسبة لطريقة عمل الفلتر، يضخ الزيت إلى علبة الفلتر ويمر عن طريق ورق الترشيح الذي يقوم بتصفية وتنقية الزيت من الشوائب، ويسمح فقط بمرور الزيت إلى أنبوبة الخروج في الفلتر. من الأجزاء المهمة في الفلتر جزء رقم 7، صمام تخفيف. هذا الصمام في حال أنه
لم يتم استبدال الفلتر لفترات طويلة وقفل الفلتر، أصبح من الصعب أنه يقوم بعملية ترشيح الزيت، يفتح هذا الصمام ويقوم بتمرير الزيت بدون عمل تنقية له، بحيث أنه يصل للأجزاء المتحركة أفضل من أنه ما يصل نهائيا زيت إلى هذه الأجزاء. وبشكل عام يمكن تقسيم دور التزييت إلى نظام تنقية ذو السريان الكامل. في هذا النوع يمر الزيت أولا الفلتر ثم يمر إلى المحامل، ويوجد نوع آخر أقل شيوعا نظام التنقية ذو السريان التحويلي. في هذا النوع لا يقوم بتنقية الزيت قبل وصوله إلى المحامل، لكن باستمرار يقوم بتنقية بعض الزيت ثم يعيد إلى كارتير الزيت. في النهاية حاول الإجابة عن الأسئلة التالية للتأكد من مدى فهمك للموضوع. بالبداية، ما هي أجزاء نظام التزييت في أو ما أجزاء دورة التزييت في المحرك، الأويل بان، الأويل بامب، إلى كافة الأجزاء الأخرى؟ حاول أذكر اسم هذه الأجزاء باللغة العربية.